السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور ماجد جميل الشريقي من عيادة ماجد جميل في منطقة المقابلين. سعادة الدكتور ماجد جميل، مساء الخير. مساء الخير دكتور ماجد، أنت أشهر من تعرف في هذا القطاع في هذه العيادة في منطقة المقابلين. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر عن بطاقة شخصية وتاريخ ومكان الولادة. تفضل. دكتور ماجد جميل الشريقي، مواليد السعودية عام 1971. دكتور ماجد جميل، تحدثنا الآن عن تأسيس هذه العيادة، متى تأسست عيادة الدكتور ماجد جميل؟ هذه العيادة تأسست عام 2008. دكتور، لو تحدثنا عن آلية العمل، أهم الخدمات في هذه العيادة؟ يعني في هذه العيادة احنا بنقدم خدمة لسكان المنطقة، اللي هي الخدمة الخدمات السنية بشتى أنواعها، التراكيب السنية، التبييض، الزراعة، طبعا بالمساعدة مع مجموعة من الأصدقاء في هذا المجال. نعم نعم. دكتور ماجد، تحدثنا الآن عن تبييض الأسنان، ما الفرق بين تبييض الأسنان وتنظيف الأسنان؟ طبعا التبييض الأسنان هو يعني يتم استخدام في هذه الحالة جهاز خاص بهذا العمل، واستخدام مواد خاصة نقوم باستخدامها من أجل أن يحصل المريض على درجة تبييض عالية. بالنسبة للتنظيف يتم يعني بشكل طبيعي في العيادة، يعني أجهزة بسيطة وتم التخلص من الجير والكلس والمصبغات في الأسنان. دكتور ماجد، تحدثنا الآن عن آلية عمل الفرشاة بالشكل السليم، ماذا نتحدث عن هذا الجانب؟ طبعا هو الاستخدام للفرشاة يجب أن يكون يعني بعد كل وجبة طعام مدة لا تقل عن 5 دقائق، يعني أقل حد هو 5 دقائق، ويجب على المريض اتباع اللي هي الميكانيكية الصحيحة في عملية تنظيف الأسنان. دكتور ماجد، تحدثنا الآن عن أبرز الأجهزة الموجودة في هذه العيادة. نعم، طبعاً في العيادة كما هو واضح يعني نعم يوجد اللي هو الكرسي الأسنان الرئيسي اللي يستخدمه الطبيب، يوجد جهاز تصوير الأشعة، يعني جهاز يتوفر لدينا جهاز هو السنسور تصوير الإلكتروني، يوجد جهاز لقياس طول القنوات، جهاز لتنظيف القنوات بشكل ميكانيكي. نعم. دكتور ماجد جميل، قبل قليل تحدث جهاز السنسور، ما المقصود بهذا؟ هو يعني جهاز السنسور جهاز حديث يلتقط الأشعة من أشعة الإكس راي ويحولها إلى جهاز الكمبيوتر بشكل مباشر. دكتور ماجد جميل، أكيد طب الأسنان اتطور بشكل ملحوظ، لو نتحدث عن هذا الجانب. طبعا في السنوات الأخيرة يعني شهد طب الأسنان تطور كبير وملحوظ في جميع الاتجاهات، من حيث إذا مثلا تناولنا موضوع اللي هو علاج العصب، يعني في السنوات الأخيرة يعني أصبح اللي هو علاج العصب جهاز العصب يعني نعالج كثير من الحالات اللي كانت في السابق يعني صعب علاجها، الآن بالإمكان أنه نقوم بعلاجها. دكتور ماجد جميل، ما سبب الالتهابات المتزاحمة للمواطنين؟ يعني نشوف أكيد أكثر المواطنين بالتهاب طواحينه أسنانه، ما هو السبب؟ طبعا السبب الرئيسي في هاي المشاكل السنية اللي هو خلينا نقول عدم العناية الشخصية للمريض، يعني لا توجد يعني هناك يعني خلينا نقول عناية شخصية للمريض من استخدام اللي هو الفراشي الأسنان والمضمضات السنية اللي بتساهم بشكل كبير في إزالة جميع أنواع الالتهابات. دكتور ماجد جميل، نريد أن نوجه للسادة المشاهدين كلمة نصح وإرشاد للعناية بأسنان سليمة. طبعا هو الالتزام اليومي بفرشاة الأسنان والمضمضات السنية، بالإضافة لمراجعة الطبيب يعني بكل 6 أشهر يعني لتدارك أي أزمة عند المريض. دكتور ماجد، يتحدث الكثير عن ابتسامة هوليوود، ما المقصود بابتسامة هوليوود؟ ابتسامة هوليوود اللي هي خلينا نقول قشور توضع على خارج السن، والهدف منها اللي هي يعني تصحيح بعض العيوب وإعطاء جمالية للمريض.
نعم. دكتور ماجد جميل، احنا اكيد في شعبية عالية ما اجت من فراغ، من اين جاءت هذه الشعبية لعيادة الدكتور ماجد جميل؟ طبعا هي المعاملة الجيدة للمريض، التعامل مع المريض بشكل جيد، احترام المريض، هي يعني هي الاسباب الرئيسية في الموضوع. دكتور احنا بعيدا عن طب الاسنان، احنا بنقول دائما الحمد لله على نعمة الامن والامان، حابين يعني شايفين الظروف حوالينا، لو قدر لك أن تقبلت مع جلالة الملك عبدالله الثاني في ظل هذه الظروف الاقتصادية، في ظل هذه القيادة الحكيمة، ماذا ستقول لها في ظل هذه الظروف الاقتصادية؟ في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحمد لله أشياء نعمة الأمن والأمان، ونشكر الجهات الأمنية على هذا الجهد العظيم اللي بذلوه في أمن البلد والمواطن. نعم. دكتور قبل نهاية هذه الفقرة حابين نحدد موقع عيادة الدكتور ماجد جميل الشريقي وأرقام الهاتف للتواصل، أكيد عبر باجات أيضا التواصل الاجتماعي إن شاء الله، اللي هو طبعا العنوان هو الدوار الثاني، دوار مقابلين الثاني، مجمع القطارنة التجاري. نعم. أي طابق الطابق الأول. في نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، تقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور ماجد جميل من عيادة ماجد جميل الشريقي في منطقة المقابلين. شكرا جزيلا دكتور ماجد وعمتم مساء. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم، وأهلا وسهلا بكم. وأعزائي المشاهدين الكرام، نحن الآن في عيادة الدكتور ماجد جميل الشريقي ومعنا مساعدة الدكتور ريما جبران. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك، شرفتونا. طيب دكتورة ريما، لو نتحدث الآن عن تبييض الليزر، ما المقصود بتبييض الليزر؟ تبييض الليزر إنه مادة لتبييض الأسنان، نستخدم من خلالها جهاز الليزر لمدة وتوقيت 3 ساعة، بما إنه يعني إنها الجهاز الليزر بيعمل بيدخل لطبقة المينا وبيبيض الأسنان. دكتورة ريما جبران، حابين أيضا نوعي كلمة نصح وإرشاد للسادة المشاهدين أيضا، ويكون طموح عند الشباب أكثر أنهم يعني يشتغلوا بأي شغلة موجودة، مو شرط مثلا حسب التخصص، بيطلع من الجامعة بكون تخرج خلص بدي يروح على التخصص، فحابين نوجه هذه الرسالة من الدكتورة ريما جبران. أنا بحب أحكي للشباب وأنصحهم أن يكون عندهم طموح أنهم يشتغلوا بأي مجال غير عملهم، وكون عندهم طموح كتير عالي. احنا متشكرك دكتورة ريما جبران، شكرا جزيلا وعمتي مساء. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. هم بس